اليوم لما يشوف انتقاد على شخص معين او على عمل معين ترى ممكن ما شافه هو ايش كاتبين يلا وياهم اكتب انا بعد صح والله وانتقد وكذا ومشت الامور يعني. انا اليوم تفاجأت انه يقولون في اكاونتات يندفع لها صح نعم هذا الشيء اسمه اكاونتات وهميه في واي انا مستغرب يعني علشان البعض منهم ترفع لك او تسيء لك او مثلا في ناس سوري بتكلم في ناس عندنا بالوسط ما تحب استاذ مناف ما تحب مها تجند ناس من جمهورها باكاونتات وهميه كلام خطير تقعد تسبك وتقذف وتحبط في شغلك وما ادري ترى واقع انت يوم سمعت هذا الكلام واقع واقع في دفع نعم. اليوم لاكاونت عشان والله اليوم يمدح فلان ولا يذم فلان يا سلام عليك نعم هذا طبعا مو الكل احنا نقول احنا ما نعمم بعد طبعا ما نعمم في اكاونتات لا والله ارفع لها العقاب نعم طبعا وفي البعض منهم على فكره بعد يصير يعني ممكن اتوقع مثل ما سمعت ان البعض منهم حمايه مثلا لشخص محدد أيوة. انا مظلوم مها عندها اليوم مثلا مجموعه من الاكونتات يلا جماعه اذا احد غلط علي يلا اشتغلوا انتوا هذا مثل ما نسمع صراحه ان هذا مو يلا يا كريم ذكرهم لي الشق عود فعلا الشق عود والله الشق عود يعني اليوم انا لما حطيت هذا النموذج السيء في المجتمع وزعلته صدقوني زعلوا على عيالكم انا ما اعلمكم انا منكم وفيكم زعلوا على عيالكم لما تعطيهم الايباد والتليفونات صدقوني خطير اتصدق ان هذه رسائل حلوه ما تشوفها تنتشر بالسوشيال ميديا ولا حد يعقب عليها ما يبونها لا مشاهير سيئه واللي يمسك قله الادب قله اللسان هو اللي